قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن. لقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى ما بعث من نبي إلا وآتاه من الآيات ما آمن على مثله البشر، وكان الذي أوتيته وحياً، يعني من الأدلة التي تدل على صدقي وأنني مرسل من عند الله، وحيا من الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقرآن الكريم هو معجزة الرسول عليه الصلاة والسلام الباقية إلى يوم القيامة. سيدنا عيسى عليه السلام آتاه الله معجزة إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص إلى آخره. سيدنا موسى كان يلقي عصاه فتلقف ما يأفكون، تصبح ثعبان هائل ثم يحملها فتعود كما كانت، وهذا ليس سحر. السحرة الخبيرون بالسحر عرفوا أن هذا من صنع الله، ولا يمكن لأفعى أن تلتهم ما في بطن الوادي مما يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ثم تعود كما كانت وتذهب كل عصيهم وحبالهم. وأتاه أيضا من الآيات إذا وضع يده في جيبه، يعني في فتحة الصدر، تخرج بيضاء من غير سوء، يعني ما هو مرض البرص أبيض، لا، بيضاء منيرة فيها نور. وهكذا كل نبي آتاه الله من الآيات، وهذه الآيات نستطيع أن نسميها آيات محسوسة، أي يدركها الناس بحواسهم، بعيونهم، بسمعهم. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد آتاه الله من المعجزات، أي الأدلة على أنه صادق، من الآيات الحسية، منه ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. أشار إليه صلى الله عليه وسلم بإصبعيه فانشق القمر نصفين وابتعدا عن بعضهما، حتى أنه وجدت كتابة في الصين منذ سنين مكتوب فيها: بني هذا البناء في العام الذي حدث فيه أمر سماوي غريب حيث انشق القمر نصفين. فحرروا التاريخ فوجدوه التاريخ الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أهل الصين شاهدوا هذه المعجزة. أيضا نبع الماء من بين أصابعه، نطقت الجمادات، فمعجزاته الحسية كثيرة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت نظرنا إلى أن أعظم معجزة هي القرآن، لأنها باقية إلى يوم القيامة تتحدى الناس: إن كنتم تزعمون أن محمد كاذب وليس مرسلا من عند الله فهو القرآن، فاعملوا مثله. القرآن أيها الإخوة المؤمنون كتاب موعظة ودعوة لتحرير الإنسان من تسلط أخيه الإنسان، تحرير الإنسان من العبودية للإنسان ومن العبودية لشهواته. وقد جاء في هذا القرآن الأسس والمناهج مع المواعظ، الأسس والمناهج التي تكون مجتمعا فاضلا سليما من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الفكرية ومن الناحية السياسية، فلا خرافة ولا دجل، إنما هو موافق للفطرة، حتى أن الحقوق ليس فقط المدنية، الحقوق الدولية جاءت في هذا القرآن. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أول مرة في العالم يتحدث القرآن فيها عن الحقوق الدولية وعن المعاهدات والهنة. ولم يعرف الناس هذا إلا منذ عهد قريب، عندما كونوا اطلعوا على ما جاء في كتاب الجامع الصغير للإمام محمد بن حسن الشيباني، فكونوا عصبة الأمم المتحدة، ثم فشلت فكونوا بعدها هيئة الأمم المتحدة، التي مع الأسف بدل أن تنشر الحق كما جاء بالإسلام استفادوا مما جاء في الإسلام ليتسلطوا على الناس بأسلوب خبيث جديد
فتسلطت الدول العظمى على البشرية والعياذ بالله تعالى. إذن هذا القرآن يتحدى البشر، إن كنتم تزعمون أنه ليس هذا من عند الله بل هو من صنع محمد، فهو القرآن بين أيديكم اعملوا مثله. يقول الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن، ليس الإنس فقط، يتحدى كل الثقلين الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قل يا أمة الشرك ويا أمة الكفر، في كل عصر القرآن يتحداكم، إن زعمتم أنه ليس من عند الله فاعملوا مثله، واطلبوا مساعدة الإنس والجن، ليس الإنس فقط، في كل العالم، في كل البشرية، ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم قد يظن الناس أن المجيء مثل هذا القرآن سفسطة وكلام فارغ، مثل ما يروى عن مسيلمة الكذاب لما قالوا له: محمد ينزل عليه وحي، فأين الوحي؟ قال لهم: الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وزلم قصير وبطن كالزنبيل، ضفدع ضفدعين، ما لك تنقنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، انتظري حتى يأتيك الخفاش بالخبر اليقين. هذا كلام فارغ، وعلاك يأتي مثل هذا القرآن بكتاب أسلوبه من أبدع الأساليب، عجزت العرب أن تأتي بمثل أسلوبه بلاغة وفصاحة، وكتاب فيه المواعظ وفيه المناهج العامة لكل ما تحتاجه البشرية. البشرية الضائعة أيها الإخوة اليوم في عصرنا الحاضر لا يمكن أن يستقر بها سلم حقيقي إلا أن تكون القوة للإسلام ولأهل الإسلام، عند ذلك يقيمون السلم الحقيقي وترتاح البشرية. أما إذا كان الأمر بيد دول عظمى يختصمون ويقتلون الناس من أجل أن يصلوا إلى مصالحهم، فهذا ليس بسلم، وهذا ليس بمجلس أمن، إنما هو بمجلس أمن للنصوص من الدول العظمى التي تتسلط على البشرية وعلى الإنسانية. ويبين القرآن بأن الله تبارك وتعالى قد صرف فيه كل شيء، كل ما يحتاج الإنسان بضرب الأمثال الحسية حتى يوجهه من الحق ويبين لهم الحق. وجاء في هذا القرآن كل الأساليب التي تدل الإنسان على الخير. ولقد صرفنا أي بينا ونوعنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل نموذج يقاس عليه، لكل نوع أو عمل أو تشريع أو سنة من سنن الله في كونه، حتى يصل الإنسان إلى الهداية الصحيحة التي تجعله يعيش في رحلته هذه في الدنيا إلى الآخرة في سعادة، ولكن مع الأسف أبى، فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي امتنع كثيرا من الناس عن الإيمان بالقرآن، بل حاربوه وتكتلت دول الأرض مجتمعة من أجل أن لا تقوم لهذا الدين قائمة. وسيقر الله الدين ويظهر الحق بإذنه ولو كره المجرمون. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي كفورا وجحودا للحق وإنكارا للحجج التي بينها الله والأدلة التي ذكرها، ولكن لا بد أن ينتصر الحق، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.